وبركاته. ضبط مؤشرات الاقتصاد مع سجلات التاريخ ومزايا الجغرافيا هي خطة العمل بين الجزائر وبريتوريا، فمن أجل شراكة اقتصادية دائمة ومنتجة يتفق البلدان المتموقعان في المراتب الثلاثة الأولى كأقوى الاقتصاديات في القارة الإفريقية. إن الشركات الجزائرية مستعدة للتعاون الكامل مع نظيراتها من جنوب إفريقيا، والجزائر توفر اليوم مناخ استثمار مشجعا بفضل الإصلاحات العميقة التي تنفذها الحكومة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونشهد اليوم تراجع في معدل التضخم حيث انخفض من 9.3% في عام 2023 إلى 4.3% في عام 2024، وهذا ناتج عن زيادة في القدرة الإنتاجية والذي أدى إلى استقرار الأسعار. وفي ظل التحديات الراهنة، إرادة مشتركة بين الجزائر وجنوب إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون في كافة المجالات كالفلاحة والصناعة والتحول الطاقوي. الجزائر اقتصاد حيوي ومتنوع وكثير من الفرص للأعمال التجارية، والجزائر هي ثالث اقتصاد في القارة الأفريقية، وهذا يقدم فرصة عظيمة للشركات الجنوب الأفريقية للدخول إلى هذه السوق الواعدة، ولذلك نحن نتطلع إلى تعزيز العلاقات الخاصة بالاستثمار والعمل التجاري بين بلدينا. تعزيزا للعلاقات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، يهدف هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجمع رجال أعمال البلدين إلى وضع آلية مشتركة للتعاون وتوطيد العلاقات التجارية، وخاصة في مجال ترقية الصادرات ورفع مستوى التجارة البينية بين البلدين. وكلنا أمل أن نتمكن من خلال هذا المنتدى الاقتصادي من تحديد وتطوير أولويات التعاون التجاري بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة وفق مبدأ رابح رابح. الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وقانون الاستثمار الجديد يمنحان فرصا قوية لرجال الأعمال الجنوب إفريقيين للاستثمار في الجزائر، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي على أسواق القارة الإفريقية وتصدر الجزائر للضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.